ومن الكباش الطبي إلى الكباش التربوي الذي يجري بين وزارة التربية وأصحاب المدارس من جهة والمعلمين من جهة ثانية، وبات يطرح علامات استفهام بشأن العام الدراسي. وللمزيد معنا مباشرة عبر الهاتف نقيب المعلمين في المدارس الخاصة الأستاذ رودولف عبود. أستاذ عبود، أهلا وسهلا بك. مساء الخير للجميع. شكرا. منذ بعض الوقت غرد وزير التربية وأكد أنه غدا فتح المدارس بشكل طبيعي، حضرتكم شو بتقولوا؟ أنا بما يخص المدارس بالقطاع الخاص، نحن كان عندنا صرخة وبرهنا أنه نحن مش هو تعطيل عام دراسي، لأنه من أول يوم بهذا العام الدراسي لحديت الفرصة، فرصة الأعياد، كنا عم نأمن حضورياً كافة أيام التعليم بالمدرسة، ولكن تفاقم الحالة الصحية وتزايد أعداد المصابين وتفاقم الحالة الاقتصادية المالية للمعلمين بالقطاع الخاص يلي أنجأ عم يحصلوا على رواتبهم وفتات صغير من ما يمكن أن تقدم المدرسة كمساعدة أو كمنحة اجتماعية، حتى ما علينا تسريع عمليات التفاوض وتذكير أنه في قطاع تربوي خاص يعاني، وهذا اللي صار وتكاثرت الاتصالات وموعودين بلقاءات عديدة لحتى لتحل المشاكل على المستوى القريب وعلى المستوى الأبعد بعد. إلى متى يعني إلى متى العودة في حال هلأ الأقفال؟ نحن قلنا بأسبوع تمديد يعني عدم الحضور إلى مدارسنا لمدة أسبوع، ولكن قلنا بنفس الوقت قابلة للتمديد هيدي المدة حسب النتائج، لأنه بدنا نتائج هالمرة عملية يستفيد منها المعلمون ويخففوا معاناتهم، ونحن بأسرع وقت ممكن مستعدين لمعاودة التعليم الحضوري وإنهاء العام الدراسي على أقله بالمدارس الخاصة بما يجب وبما يستأهله تلاميذنا. هل صحيح كما يقال أستاذ عبود أنه تأخذون الطلاب كرهائن لتحقيق المطالب الاقتصادية للمعلمين؟ أبداً، في شغلة أخذ الطلاب رهائن، ضياع العام الدراسي للعام الثالث على التوالي، عدم استعدادنا للتعالي عن جراحنا والعودة لمدارسنا، أبداً نحن برهننا أنه من أول العام الدراسي الحالي لحديت آخر يوم قبل فرصة الأعياد نحن حاضرين ورحنا وأمننا حضور وأمننا كافة أيام التعليم يلي ملحوظة بالرزنامة. إذن لو نحن هو التعطيل كنا قلنا من الأول وراجعين وباللحم الحي، معلش يعني لا راتب بيكفي لبدل نقل ولا راتب بيكفي لمولد ولا راتب بيكفي لاستشفاء. هلأ بالوضع الصحي رح أعطي مطر كتير بسيط، مطلوب ليلي من الزملاء ما تلقحوا انه يعملوا PCR كل 48 ساعة بكلفة تتراوح بين 250 ألف وال 400 ألف دون أن يكون هناك من جهة قالت الدولة انه هي حتأمن الفحوص. وين انه؟ ما بعد في الرابيد تيست وفي عشرات الآلاف من الرابيد تيست، ولكن بعضهم موجودين هيئتهم بالوزارة أو مطرح لم يفرج عنهم. حلو. بكل الأحوال هيدول ملحوظين للقطاع العام، ما بعرف إذا القطاع الخاص رح يستفيد منهم. في كمان البي سي آر، ياما في مختبرات مستشفيات قدرة تعطي كمان عروضات أو أسعار مخفضة لتشجيع المعلمين والتلاميذ إنه يعملوا البي سي آر لنجي ببيئة آمنة نسبياً، وبالتالي هو كلهم متروك لمعلم لحتى يدبر حاله من المليونين ليرة أو 3 ملايين اللي عم يخدها بده يأمن مولد وبنزين ليجي على مدرسته مع غلاء البنزين وبي سي آر، ولا سمح الله لا سمح الله اضطر يروح على مستشفى مين بيساعده؟ ما في حتى جهات الضامنة، حتى صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية اللي هو صندوق تعاضدي خاص فينا ندفع اشتراكاته هو بيغطينا، مش قادر بقى يغطي مثل ما لازم. هلا هون ما قادرين نفرق بين الخاص والرسمي، لانه الاساتذه بالقطاع الرسمي ايضا معاناتهم اكثر من يعني بتشبه المعاناه بباقي القطاعات. اكيد، وزملائنا بالقطاع الرسمي وعدوا بمبالغ وبمساعدات ومنح اجتماعيه لم تاتي، نحن الحمد لله لم ما وعدونا بشيء منها. نعم. اصلا بس هن ما وصلوا له كمان. نعم. نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، شكرا لك على هذه المداخلة.